نعرف أن عجائب الدنيا سبعة، لكن كل مرة نقرأ فيها الأخبار نكتشف أن عجائب الدنيا ما لها آخر. من ضمن الأشياء الغريبة اللي صارت، فوجئت زوجة مصرية أنه زوجها اللي زوجته كان متزوج قبلها 8 وعنده 12 طفل وهي ما تدري. ما شاء الله، ويبغى يتزوج يعني. ايوه، هو طبعا مبين انه هو اسم الله عليه، يعني كثير محتار ونصاب وما اعرف ايش ممكن اسميه. بس انك انت توصل تتزوج 8 وما حد يدري، او انه هي ما عرفت تسال كويس، بتحصل. بلس انه عنده 12 طفل، لا في كويشن مارك يا ريم في الموضوع. عادي، هو محتال، هو جالس مزواج يدور على الستات. بس انا اللي زعجني ردت فعلها انه هي فقط طلبت الخلع. يعني واحد زي كذا ترفع عليه قضيه نصب واحتيال واستغلال وتعويض؟ لا لا، هذا فعلا هذا حقها، حقها، لانه هو ضحك عليها وتزوجها. يعني هي دحين حتاخذ اسم مطلقه، طيب حتى لو هي خلعته متأزمت نفسيا بالضبط، وحتكون عندها رده فعل نفسيه، لازم تطلب تعويض. طيب انه هي حتكون طبعا نص القانون رؤى نص القانون على ذلك. طيب حيكون عندها عدم ثقة في الرجال بعد كده. صح صح، بس ممكن حيتزوج واحدة مطلقة. بس هي الفكرة ايش؟ انه هو مثلا كذب عليها ما قال لها، او يعني هو اكيد يعني. طب فرضا قال لها، طب فرضا قال لها انا قدني متزوج قبل كده 8 وعندي 12 يخيرها، يمكن هي توافق. هي حرة، انا اوافق. انت تقول لي غصبا عنك، ما انا اوافق. وانت بتقول طب فرضا قال لها كذا، ما اكفى كذا بكل رومانسية مع لا لا لا، يقول لها غصبا عنك. بالعكس، الموضوع من رومانسي نهائيا، الموضوع يفجع. انت متزوج 8 وعندك ما شاء الله، طيب ما شاء الله، لا تضحك علي، جيش كرة قدم، وما اوافق، لي حر يعني، عشان لا، عشان لا يفقدني، يقوم يكذب علي عشان يمتلكني. تعرف ايش معناه؟ انه حيصير فيها رقم 9، حتتزوج وحتخلف وحيختفي من الوجود وحيروح ياخذ رقم 10. يمكن يا جماعه بيحاول يقلد رشدي اباظه، الزوجه رقم 14. عرفتوها ذاك؟ انت ما زلت بتدافعي عنه. لا 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 لا، هي بتعطي احتمال يتزوج ويرمي بزورته، يتزوج الواحده وتحمل ويرمي البزر ويروح للثانيه. هو مريض، هو عنده قله. لا اذا يعني شوف، انا باخذها من ناحيه يعني مزحه، لكن مستحيلة. بس هو لا فعلا يعني انه بس اكتفي بخلع، لا، المفروض انه يحاسب محاسبة جدا مختلفة. اتوقع انه حتى المحكمة المصرية المفروض إن اذا نظرت في ابعاد القضية محتاج هي تكتب لها هذه الاشياء اللي انت طلبتيها. يعني هي المحكمة تقدر، انا ما اكتب لها ولا اطلب لها. يعني انت المحامي الرسمي حق سيدتي. انا اتكلم عن انه لما انا اروح اطلب الخلع واذكر الاسباب، لابد انه المحكمة يكون لها دور، حتى لو هي كانت يعني ما تستوعب ولا تعرف وعندها جهل بحقوقها. انها يعني يشوفوا انه ايش الحالة، ليه انت متزوج 8، يشوفوا ايش الوضع. طيب يمكن الله كاتب عليه، يعني عنده فلوس يا سيدي، قول لي الحقيقه. ما يا سيدي، كل الله كتب عليك هذا، خاف انها ترفضه مسكين يا حياتي، عشان يحبها وما يبغى يفقدها زي ما فقدت 9. مسلسلات، افيشات، افلام وكذا. كمان عندي خبر، يعني انا هذا الخبر يموتني صراحه، يقتلني. طبعا انتشرت ظاهره ضرب الزوجات للازواج في الجزائر. انا بس اتخيل الفكره، يعني يستحق الضرب اذا كان زي اللي قبل. اذا كان زي هذا يستحق.